معي رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من القاهرة. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد رامي. القلمون جغرافيا كونه طبعا بوابة البادية السورية، وديموغرافيا كيف سيختلف سيناريو تهجيرها عما حدث في الغوطة؟ لا، هو سيناريو واحد للتهجير في الأراضي السورية. طبعا ريف دمشق، القلمون الشرقي، ريف الغوطة الشرقية، القلمون الشرقي، جنوب دمشق، كل المناطق يجري تهجيرها وفق الاتفاق الروسي التركي الإيراني لمناطق تخفيف العمليات القتالية وتقاسم النفوذ داخل الأراضي السورية. طبعا بالمقابل جرى تهجير سكان عفرين، واليوم ما يجري من عملية نقل المدنيين المهجرين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي باتجاه عفرين في ظل استمرار منع القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا المدنيين المهجرين من تلك المنطقة من العودة إليها. أعتقد بأن الصرخة واضحة، وجه المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية تغيير ديموغرافي تجري على أساس عرقي الآن، بعد التغيير الديموغرافي الذي كان يجري على أساس طائفي في الأراضي السورية، والجميع الآن بات مشارك في عملية التغيير الديموغرافي هذه بين روسيا وتركيا وإيران، والنظام الذي لا يعني لا يستطيع فعل شيء إلا أن يقول لروسيا بأنه تحت الأوامر الروسية. طيب، لو نعرف أكثر منك عن قلمون سيد رامي، أهم ما يجب أن نعرفه في هذه المرحلة عن الطوائف الموجودة فيها، عدد سكانها، وين الوجهات التي نتحدث عن ذهابهم بعد تهجيرهم؟ نعم، بعد تهجيرهم الدفعات الأولى من القلمون وصلت إلى ريف حلب الشمالي الشرقي، ومنه إلى منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي. طبعا هناك مجموعات سوف تذهب إلى إدلب، مجموعات أخرى أيضا سوف تذهب إلى منطقة الباب أو منطقة جرابلس، أي أن التهجير سيكون إلى شمال غرب سوريا وشمال سوريا في مناطق ذات نفوذ للقوات الاحتلال التركي أو نفوذ للفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام. الأعداد تقريبا، يعني اللي ذهبت أصلا لحلب مثلا، إذا كان الرقم هون نعم موجود. نعم، الرقم الشبه دقيق، نحو 4000 شخص كان من المفترض أن يخرج في القافلة الأولى من أدمير والقافلة الأولى من بلدات القلمون الشرقي الأربعة، نحو 10000 الخارجين، 4000 بعضهم جرى تسوية أوضاعهم مع النظام السوري ومع الروس وبقوا في تلك المنطقة. ما العدد المتبقي تقريبا بالقلمون، وأغلبهم من أي طوائف نتحدث سيد رامي، يعني لنحاول فهم أكثر ما يحدث؟ الغالبية الساحقة للجميع هم من المسلمون السنة، لا يوجد لا شيعة، لا يوجد طوائف أخرى، لكن دعينا نقول بأن هناك البعض فضل البقاء ورفض التهجير وفق يعني ما قامت روسيا بإعطائهم ضمانات بأن الشرطة العسكرية سوف تنتشر وأن النظام لن يعتقلهم، ولكن أعتقد بأن الثقة في روسيا غير جدية، لأن روسيا سبق وأن يعني خذلت من دخلوا معها في اتفاقيات خفض العمليات القتالية. أنا أشكرك جزيلا من القاهرة رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير مرصد سوري لحقوق الإنسان.